يرصد الفيلم السينمائي القصير الاحترافي بعنوان فوتوغراف من تأليف بثينة نعيسى وإخراج المهند كلثوم تأثير الحرب وما بعدها على أطفال سوريا ومنعكساتها السلبية على حياتهم وتعليمهم إلى جانب مقاومة الإنسان في رحلته للبقاء. اليوم نحن بالعرض الأول فيلم فوتوغراف، هو نص بثينة نعيسى وإنتاج المؤسسة العامة للسينما. النص هو بيحكي بشكل عام عن عمالة الأطفال، أو بشكل عام خلينا نقول الطفولة في ظل الأزمة السورية، ولكن هو مسج الجمهور إنه نقول له إنه الطفل السوري يعاني من هذه الحرب التي امتدت على 9 سنوات. الأطفال اليوم هم اللي مشاركين ببطولة الفيلم، سواء سليمان أحمد أو غالب شندوبي، هم بالفعل هم مثال الإبداع السوري. اليوم نحن نصنع ونقدم هويتنا السورية اللي هي راح يحافظ عليها ويستمر ببنائها هو الطفل السوري، لأنه هم جيل المستقبل. أنا بجسد طفل يلي عاش بالأزمة وما بعد الحرب، يعني شو أثرت عليه الحرب، هذا الدور اللي مسؤول. أنا أخذ بالفيلم دور الأم اللي عايشة هي وعيلتها بمركز الإيواء. طبعاً هاي الأم هي شخصية يعني ما بتنتبه للطفل، لتربيته، لشلون بدها تربيه، والمعاملة كمان اللي بتعاملوا إياها هي معاملة سيئة يعني مو منيحة. فهذا الشيء بيخلينا نشوف إنه التربية غير صحيحة أو المعاملة اللي مو منيحة للأطفال هي اللي بتنعكس سلباً على شخصيتهم وعلى نفسيتهم كمان.